بون، السلام عليكم. مازول في الاول. اليوم راح نهضروا اكزاكتومون على هذا ار اتش بي ولا رحمه ربي، هذا الدواء اللي القلوب اللي يشفي نهائيا مرض السكري وسكون ابل ديابيت. بون، وبطبيعة الحال احنا هنا ما ننقذوا حتى واحد وما ننقذوش الاشخاص، ولكن يجب انتقاد الفكرة لاننا في اطار علمي، والاطار العلمي يسمح بنقد الافكار ونقد محتوى الافكار. بروميارمون اليوم مش في باتاردي راح نهضر على تروا بارتي اسونسيال و امبورطونت هاد لو ميديكامون. بون، النقد الاول راح يكون تيوريكمون من الجانب النظري، النقد الثاني راح يكون من الجانب المكوني للدواء، والنقد الثالث راح يكون على سعر هذا الدواء اللي راح نشوفه في نهاية الفيديو، اذا يمكن نسميه دواء او مكمل غذائي او حاجة واحدة اخرى. بون، بروميارمون، نظرا لكثرة الكلام على الدواء، احنا اليوم قررنا هنا في هذا المخبر في ايطاليا باجراء بحث بسيط للتعرف على مكونات هذا الدواء ونشوفوا من واش يتكون ونشوفوا الفعالية نتاعو، لأنها تهمنا كما تهم بزاف الناس، كما تهم الشعب الجزائري وتهم كامل الناس لأمراض الدواء السكري اوتوماتيكمون. دونك بريميرمون نهضروا ساعة الجانب النظري. الجانب النظري نجب نقولوا الحقيقة ونقولوا بلي الشخص هذا اللي اكتشف دواء السكري، نحن نعرف باللي في الجانب العلمي قبل ما نكتشفوا اي دواء ولا قبل ما نثبتوا فعاليه اي دواء اوتوماتيكمون يدوا يافوار ان بوبليكاسيون في مجله علميه، راح تكون نشر لهذا الدواء، راح تكون نشر لمكونات الدواء، راح يكون تنظيم ملتقيات دي سيميناري دي كونفرنس على هذا الدواء اللي راح نثبتوا بهم اسكو الدواء نتاعنا فعال ماهوش فعال، اسكو الدواء يصلح مدوح للمريض ولا ما يصلحش نمدوه، ماشي ننطلقوا من ان ايدي لا كوميرسياليزاسيون تاع لو ميديكامون، هذا سي ليغال او نيفو سيانتيفيك او نيفو دي لوا، ما يهمناش الامر هذا بزاف، لكن هذا الجانب الخطا الاول. الجانب الثاني للدواء، احنا قمنا اليوم ببعض التحاليل للدواء وشفنا المكونات الخاصة لهذا الدواء، راح نخليكم نشوفوها مع بعضنا باش نفهموا التركيبة هذا الدواء. بون، الدواء نتاعنا هو عبارة كما راكم تشوفوا، قمنا ببعض تحاليل الدواء نتاعنا وشفنا المكونات الخاصة لهذا الدواء، لقينا باللي الدواء نتاعنا يتكون من دي مينيرو، خاصة هاد لي مينيرو نتاعنا لقينا فيهم باللي كاين وجود ديتراس ولا نسبة من المغنيسيوم، كاين وجود نسبة من الفار وهو الحديد، وكان موجود نسبة من الكروميوم، وعنصر أساسي لمكون هذا الدواء اللي هو أن الكالويد. بالنسبة للناس متعرف إذا الكالويد تدخل في المركبات طبيعية للنباتات، كاين نباتات تحتوي على الكالويد تحتوي على الديبوليفينول، حنا لقينا باللي المركب الأساسي لهذا الدواء هو أن الكالويد اللي مازلنا في إطار اللي راه مازال في إطار التحديد، لأنه بعثنا المخبر لتحديد نوع هذا الكالويد، وجيسبر نعرفوا المكون نتاعو لأنه قد يكون مستخلص من النباتات ومستخلص من أي نبتة من لافلور ألجيريان. بون، أوتوماتيكمون درك هذا الدواء نتاعنا راهو عبارة ولا يماثل أن بولي فيتامين اللي يتباع في الصيدلية مثلا، واحد عنده نقص في الفيتامينات أو في الأملاح المعدنية راح يكون يتناول هذا الدواء. وأنا نحتار في الناس اللي يقول لك هذا الدواء يشفي نهائيا، والحاجة اللي حيرتنا أكثر هو وجود شهود
اللي قال لك حنا رتحنا من الكومبليت مو حبسنا الانسولين، لهذا ما يمكنش وهذا كفر في العلم، لانه هذا الدواء لا يمكنه تعويض الانسولين ولا يمكنه تقديم مفعول حتى 10% يضاهي الانسولين، هذا اللي ما يمكنش يحدث. لأنه الفكرة روجت لها بعض القنوات وبعض الأشخاص اللي روجوا الفكرة، لأنه الميديا سفري الميديا في العالم الثالث في بين ليلة وضحاها يقدروا يرجعوك باطل قومي كما يقدروا يرجعوك مجرم قومي. دونك ساميتون ريبات هذا الدواء ينتشر كما هكا وتحدث هذه الضجة الإعلامية كاملة عليه. بون شيء واحد آخر، النقد الثالث للدواء اللي كما قلنا لكم هو نقد على الثمن، لأنه الثمن بالنسبة للمواطن الجزائري راح يكون شوية انكسيتابل، لأنه باش تشري مكمل غذائي عبارة عن مجموعة أملاح معدنية ومستخلص نباتي avec 1700 دينار، هذا الثمن اللي غير معقول، لأنه راح نقدر نلقاو مكمل مماثل يسوى 3 دولار وراه كاين، ويمكن الناس انها تحقق سير انترنت وتشوف الثمن نتاع هذه المكملات الغذائية. وهناك دراسة و بيان بوبليكاسيون اللي تم نشرها في اندوكرينيان انسيكلوبيدي ان 2011 اللي قالت باللي واللي منعت تناول هذه المكملات الغذائية بجانب الانسولين، مما يعتبر ولا مما يعتبر خطر على صحة المريض ويمكن يؤدي الى مضاعفات لهؤلاء الاشخاص اللي عندهم داء السكري، لانه الابحاث حاليا للشفاء داء السكري راح تكون ابحاث خلوية من الجانب الخلوي ونيفو سيلولار ونيفو دي سيلول سكريتوار تاع الانسولين ونيفو دي بونكريا، هذا هو نوع الابحاث، ماشي نخدموا دواء وهمي لنقولوا هذا الدواء راح يكون في مكان الانسولين وراح يشفي المريض، لان هذا وهم وما لازمش نبيعوا الوهم للشعب، ما لازمش نبيعوا احلام للشعب، لانه هذا حرام ولا يجوز من الجانب الاجتماعي ولا من الجانب الديني. راح نعطي مثال بسيط لهذا الوهم الذي يباع، لانه ابارامون الشعب الجزائري ولا فيها من الشعب الجزائري تشتري الاوهام وتشتري الاوهام الاحلام، كما كانت الكنيسه البروستيتانيه تبيع صكوك الغفران فيما مضى ب 90 دولار، تبيع ورقه بيضاء كتب عليها حجز مكانك في الجنه والناس تشريها مالغري 90 دولار كانت في ذاك الوقت كانت غاليه بالنسبه ل 90 دولار تاع الان، لكن الناس كانت تشري فيها بشراها، وهذا ناتج عن استغباء الناس وكيفيه تسويق المنتوج. نحن ماذا بنا ان النصيحه الوحيده اللي حنقدمها للمستهلكين هذا الدواء نقول لهم باللي انا ما نقولكش الدواء هذا راح يقتلك ولا ما يقتلكش، مي راه نقول لك راه كاين دراسه منعت استعمال المكملات الغذائيه ولا لي زونتي انفلاماتوار كلكو سوا الكالويد ولا ان كومبليمون اليمونتير اللي يعاون في تداوي مرض السكري، منعت تناولهم بجانب الانسولين لانها تؤدي الى مضاعفات وتؤدي الى مشاكل خطيره، وخاصه بالنسبه للناس اللي تدير لادياليز والناس اللي عندها ان بروبلام ديباتيت وكذلك الناس اللي راي تناول الانسولين. وقبل ما تناول هذا الدواء الرجاء من المريض انه يسال الطبيب نتاعو، لانه ما يمكنش انه هناك طبيب في العالم راح يقدر يكتب هذا الدواء في الوصفه نتاعو، لانها منافي للاخلاق العلميه ومنافي للاخلاق الطبيه، لانه هذا الدواء لحد الان سي انكوني و سي كومبليمون اليمونتير اللي فيه دي مينيرو فيه ان الكالويد اللي ما راحناش
اللي ما ندخلوش في ديتاي بزاف باش ما باش يفهم الناس كامل. وهاد لا فيديو سيتي جوست لتوعيه الناس والمستهلكين لهذا الدواء والناس اللي تحافظ على صحتها، لانه المريض تعب من تناول الانسولين واصبح يلتصق باي وهم يقول له باللي تنحي الديابات يولي يبغي هذاك الدواء ايا كان، وهذا بسبب ضعف تكوين وبسبب نقص فهم حول المرض. احنا هذا الفيديو فقط للتوعية ولمنع حدوث حالات مرضية ولمنع حدوث حالات مضاعفات للمريض. نرجو من اي شخص قبل تناول هذا المكمل الغذائي يراجع الطبيب نتاعو ويراجع الطبيب المختص به اللي يتبعه ليشوف الحالة نتاعو اسكو يقدر يتناول هذا النوع من المكملات الغذائية ولا ما يمكنش. والسلام عليكم.